وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل من السودان، يقول: هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته؟ ما يجب تحريره شرعا أيها الكرام الفضلاء أن الخاطب للمخطوبة أجنبي عنها. ما يجب تحريره شرعا أيها الكرام الفضلاء أن الخاطب للمخطوبة هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه. هذا ما يجب تحريره أولا. فبعد الخطبة هو لها وهي له كأي امرأة أجنبية عنه، وليس كما نراه من التساهل في بعض البلدان من بلاد المسلمين أنه يذهب إليها ويخرج معها ويأخذها في سيارته ويذهب بها في بعض البلدان إلى السينما وإلى الحديقة وإلى التمشيات ويعزمها في مطعم ويلقاها في نزهة ومن يراهما كأنهما متزوجان. هذا منكر وباطل عظيم أيها الكرام الفضلاء، يجب تحريره حتى يعلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله حكما أنه يقول: سمعنا وأطعنا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فينبغي: وإن تطيعوه تهتدوا، تركت فيكم إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فينبغي أن نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة. إذا كان الأمر كذلك، نأتي الآن للمسألة الأخرى، وهي مسألة الكلام بين الخاطب والمخطوبة. إنما يكون ذلك أيها الكرام الفضلاء في حدود ما شرعه الله تبارك وتعالى. فشرع الله عز وجل للخاطب إذا ذهب لمخطوبته ليخطبها أن ينظر إلى وجهها وكفيها، عسى أن يؤدم بينكما. بعد أن تتم هذه ويسموها النظرة الشرعية، بعد ذلك تحتجب عنه. هذا كثير يفاجئ هذا الجواب كثير من الناس، لكن هذا هو الدين وهذا هو الفقه أيها الكرام الفضلاء، الذي ليس لنا سعادة إلا باتباع هذا الدين، وإلا باتباع ما جاء عن سيد الأولين والآخرين، وسيد الأولين والآخرين النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهي أجنبية عنه تماما وتحتجب عنه. طيب، تبقى المثل أخرى، الكلام إذا كان للضرورة فلا حرج، والضرورة تقدر وتنزل بقدرها إلا ما اضطررتم إليه. أما ما نراه الآن، الكلام عبر وسائل التواصل في الإيمو، الجاستوك، السكايب، إلى غير ذلك من هذه الابليكيشنز وسائل التواصل المختلفة، وعن طريق الواتساب مكالمة فيديو ومكالمة أوديو ومكالمة صوتية ومكالمة مرئية، وتغلق عليها الباب إلى غير ذلك، ويرى منها ما يراه الرجل من امرأته. نعم، أنا أكون صريحا معكم، إن هذا العلم دين أيها الكرام الفضلاء. بهذه الصور التي نحن نراها، هذا منكر وباطل عظيم لا يتفق عليه اثنان من أهل العلم الراسخين الذين يريدون ما عند الله والدار الآخرة، ولا يجاملون في إجابات وفتواهم الناس، كما قال يقول بعض المتهوكين وهو لا يحسب على العلم بشيء، يقول: لا مانع إن تطلع مع السينما أن تذهب معه، وإن أتى ما ينبغي أن يكون أخوها معها، هذا يمنع أنهم لا يتعارفان ولا يعرف كل منهما الآخر. نقول: هذا كله أفكار دخيلة وأفكار مستوردة أفسدت البيوت. وكم من حالات وهذه ظواهر موجودة، كم من نساء أيها الكرام الفضلاء استمرت الخطبة في بعض بلاد المسلمين حولا وحولين وثلاثة، ويخرج معها وتخرج معه ويرجعان في هزيع الليل كأنهما زوجان، ثم بعد ذلك يرى منها ما لا يراه إلا الرجل من زوجه، ثم بعد ذلك تنفسخ هذه الخطوبة، وكل يذهب إلى حالي، وتبدأ بعد ذلك الإشاعات، ويبدأ بعد ذلك كل يتكلم في الآخر فيه كذا وفيها كذا إلى غير ذلك. كل هذا لا يجوز أيها الكرام الفضلاء. أما إذا كان كلام بقدره وكلام بحقه لشيء ضروري لا حرج. أما هذا الكلام، وغالب يقول الشيخ بن عثيمين، وغالب في نور على الدرب، وغالب ما يحدث بين الخاطب ومخطوبته إذا بدأ في الكلام أنهم يتجهان إلى الكلام الرومانسي والكلام العاطفي الذي لا تحمد عقباه، هذا الوارد وهذا الموجود،
لا ينبغي لأحد أن يضحك على نفسه فيزين له الشيطان، والله عز وجل حذرنا من ذلك فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب، ويتقي الله عز وجل أنه لا يكون للشيطان وليا، ولا يكون للشيطان عبدا مسخرا فيتبع خطواته، لأن من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه سورة النور، سورة العفاف أيها الكرام الفضلاء. فكل هذا لا يجوز ولا يسوغ، وهذا الكلام هو اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني أئمة العصر في زمانهم، وما ورثوا لنا من هذا العلم النافع. حتى اتصل أحد الناس على الشيخ الألباني في مكالمة هاتفية: يا شيخ يجوز تبعث لي صورتها وابعث لها صورتك؟ قال: ما يجوز. يجوز يا شيخ أن أتكلم معها؟ قال: لا ما يجوز. ليه؟ لسد هذا الباب. وإذا كنت متعجلا في ذلك فعقد نكاحك عليها، فإذا عقد الرجل نكاحه على المرأة نكاحا صحيحا فإنما هي زوجة له، يحل له ما يحل بين الزوجين، إلا أن يبقى ما تعرف عليه الناس في أعراف بلادهم وهو الدخول بها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، عن الله على ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحريره في ليلة الاثنين لثمان بقينا من شهر جمادى الآخر العام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.